السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. انا جاي لكم بعد فترة طويلة جدا واخدين اجازة فيها، بس عشان خاطر الاسواق ما كانتش شغالة، دلوقتي الحمد لله اشتغلت اهي والناس خدت اجازة العيد وكده، ادينا نازلين. احنا فين النهاردة؟ احنا في سوق التلات اللي عند بنك مصر الاجتماعي. لو جاية مترو هتاخدي مترو تنزلي من مصريين، ومن عند مصريين تسألي على بنك مصر الاجتماعي، بعديه على طول في شارع على اوله مسجد التوحيد، تدخلي فيه تمشي اخره تاني تقاطع شمال، تدخلي فيه تدخلي الشارع ده هتلاقي الشارع ده كله قماش. هنيجي عند الراجل الطيب ده ونصور عنده القماش النهارده بكام المتر. عم محمد ابو علي، اي متر ب 25؟ حلو قوي، ده سوفت ده ب 70 جنيه يابا، ده ب 25 جنيه عنده، بس ده درجه اولى. بس دي بقى ايه، بواقي كم متر كده؟ بيديك المتر عشان تمطر، بيديهم متر عشان يمطر. دي جميله قوي، وريني كده، دي برضو سوفت. حلو قوي برضو، دي جميله جدا، الشكل بتاعها حلو. عندك سوفت ساده الناس اللي عايزين يشتغلوا بلوزات، دي جميله قوي ما فيهاش ولا غلطه اهي، درجه اولى، وبيقول لك المتر ب 25 جنيه. كل اسبوع بتجيبها انت؟ بتقف في اسواق ايه تاني؟ التلات بس، متقفش في الخميس والناس دي ولا اي سوق تاني، يوم التلات بس. هتيجوا هنا، ده قماش جلاليب ولا بناطيل؟ جلاليب وبناطيل. جلاليب وبناطيل، المتر برده ب 25 جنيه؟ ب 20 جنيه ده؟ دي جميله قوي. درجه اولى برده. الناس بقى اللي عندها ناس بتلبس جلاليب بلدي تيجي تاخد من هنا. وبناطيل. وبناطيل برده، في ناس لغايه دلوقتي بتلبس قماش. ده الموضه اصلا دلوقتي القماش. دي جميله، قمصان رجالي، لا دي خفيفه. خفيفة خفيفة عن اللي انا كنت ماسكاها دلوقتي، وقطن وجميلة جدا. كل ده بعشرينات؟ بعشرين جنيه؟ يا بلاش والله، ده كده بعشرين جنيه. بتعرف تفسر رجالي تيجي هنا، او اللي بيعرف يفسر رجالي بيجي هنا وياخد منه، يعني 20-25 جنيه الصوف. دي حاجات شتوي كمان اهي، ده شتوي، ده حلو قوي، ده الخامة بتاعته برضو جميلة، شتوي ب25 جنيه. شموازيت قطيفة برضو، ده شتوي كده. الخامة جميلة وفيها مطة، ب25 ده صح؟ دي تقيلة ما شاء الله، دي جميلة جدا، دي تقيلة وجميلة جدا، تحس ان داخلها زي قطيفة وجميلة جدا. دي هو انت ما بتجيبش كريبات؟ بجيب الاسبوع الجاي، في منه كتير سادة. الاسبوع الجاي في كريب سادة كتير؟ ثلاثات واربعات وخمسات، يعني الاسبوع الجاي لو جيتوله في العنوان اللي قلت لكم عليه ده هتلاقوا منه امطار الكريب، عشان في ناس كلمتني على كريب قبل كده. دي قماش يتعمل منه ملابس جلاليب بقى زي ما انتم شايفين اهي، ده المتر ب10 جنيه، يتعمل كاشات صغيره جلاليب، اشراط، بناطيل. الخامه بتاعتها حلوه قوي، المتر ب10 جنيه، المتر ب10 جنيه، ما شاء الله، المتر ب10 جنيه من دي، حتتين بجنيه يلا من عندك نقي. بس فيها ايه، جفوه اهي، تحس ان درجه غير الدرجه، بس المتر ب10 جنيه، يعني من تحت الهدوم هيبقى متداري. وده برده المتر بكام؟ ب10 جنيه برده، ده المتر ب10 جنيه. ده ايه؟ فيزون. الخامه دي جميله بس صفرة، لو اسود تبقى تحفه. الخامه جميله جدا وخفيفه وحلوه. بصوا تالت كومه اهي، برده المتر ب10 جنيه، دي بقى تطلعي منها زي ما انت عاوزه، في حاجات كتيره قوي فيها. برضو دي رماجه اهي، في زون، في احمر، في زون، في ده ايه ده، ده قطن بيور، ده قطن بيور بس فيها غلطات. بصوا الناس اللي عايزه تعمل بقى شراط، عايز تعمل سلوبتات صغيره البيبيهات سنه كده او 6 شهور، تيجي معاها حلوه قوي. في حاجات تقيله اهي برضو، المتر ب10 جنيه من هنا. بس بصوا بقى الفجوه دي، ما تتخضوش من اللي انا بوريه لكم ده، بس انتوا كناس بتخيطوا اكيد هتعرفوا تطلعوا حاجات من القماش ده. بصوا في فيزونات كتيره هنا مختلفه، ما تستغربوش من السعر اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. دي قصايص، تمام، انا ما اعرفش انتوا بتعملوا بيها ايه، هي في استاذه خدت منها وخدت كميه دلوقتي. عندك بجنيه اعملي بنزينات، حتتين بجنيه، تمام، حتتين يعني بتاخدي اتنين تو كده بجنيه، يعني الواحده واقفه بنص جنيه، معرفش بقى هم بيعملوها ايه. بصوا هي عباره عن شريحه اهي طويله جدا زي ما انتم شايفين،
بتاخدي بقى الواحده بنص جنيه كده يعني الاتنين بجنيه. كل دي كده تنقي منها بقى زي ما انت عاوز، ده على حسب استخدامك. ده بالنسبه للمكان اللي انا لسه فيه، في حته هنا بقى بجنيه الحته ساتان. الناس اللي بتعمل توك، الناس اللي بتعمل مشروع صغير كده على قديها ممكن تاخد الستانات دي وتشتغل بيها. اي ستانات برضو حته كبيره مش صغيره اهي، شايفين يعني انا لسه بجر منها دي متوصله زي ما انتم شايفين اهي. ستان الحته بجنيه، اختاري اي شكل منها بقى. انا لفت نظري برضو حاجه تانية عنده، انا مش عايز اسيب الفرشه لما اقول لكم كل ايه اللي عنده. ده لفت نظري عنده ان هو ده فرش كنب، تمام. بصوا الجمال، الشكل ده تحفه، الاشكال بتاعته جميله. بس دي متوصله، ناس بقى بتاخده تعملها حاجات او كوشنات، دي تنفع كوشن، دي سليمه. الحته دي بكام؟ الحته بخمسة جنيه، دي تتعمل كوشن، دي حلوه يتعمل منها خدادين وتفضل بها حته كمان. في كذا حته منها هي نفس الشكل، تقدر انت تطلعي منه بقى زي ما انت عاوز. وعنده طول كده. يبقى احنا خلصنا ايه الجزء ده بتاع القماش اللي عنده. انا شايفه ان القماش بتاع النهارده حلو بصراحه. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه النهارده، ودي اول جوله بعد العيد. السلام عليكم ورحمه الله.